السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أشرف من قناة منوعات شيكو توتا. أتمنى يا جماعة لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتشرفونا بتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. النهاردة يا جماعة عملنا السينابون في البيت بأقل تكلفة وأسرع وقت. هنعمل السينابون في البيت، يلا نشوف عملناه إزاي، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أشرف من قناة منوعات شيكو وتوتا. النهاردة يا جماعة عملنا لكم فيديو جميل جدا وهو السينابون، عملناه بأسرع وقت وبأقل تكلفة. لو عجبكم الفيديو ياريت يا جماعة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنتكلم وهنعمل مع بعض السينابون بمكونات موجودة في البيت، وبتمن واحدة هنعمل خمسة. المكونات زي ما انتوا شايفين قدامنا: معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، نص كوباية لبن، كوبايتين من الدقيق، ملح وفانيليا وبيضاية، وربع كوباية سكر، وتلت كوباية سمنة أو زيت، بس السمنة السايحة تكون أحسن، وكاكاو أو قرفة حسب الرغبة. أول حاجة يا جماعة هنجيب الخميرة بتاعتنا وهنفتحها، هي يعتبر معلقة كبيرة الكيس، ونحط الخميرة بالشكل ده. وبعد كده هنجيب ربع كوباية السكر هنحطها، وهنجيب نص كوباية اللبن وهنحطها على بعض كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين، وبالمضرب اليدوي هنقلب لغاية ما يمتزجوا. وبعد ما يمتزجوا كويس جدا هنغطيها ونسيبها تخمر لمدة 10 دقايق. ورجعنا لكم تاني يا أصحابي بعد ما الخميرة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده خمرت، هنبدأ بقى نحط الزيت بتاعنا بالشكل دوت، تمام. وهنبدأ ان احنا نحط الفانيليا بتاعتنا ورشة الملح، تمام، وطبعا هنحط البيضاية بتاعتنا. بالشكل دوت وهنبدأ نقلب المكونات بتاعتنا. بعد كده يا جماعة نجيب الدقيق بتاعنا زي ما انتم شايفين وهنبدأ ننزل شوية صغيرين بالشكل ده، ونبدا ان احنا نقلب، وطبعا هنفضل نقلب لغايه ما نلاقي العجينه ان احنا نقدر نمسكها بايدينا ونبدا بايدينا نعجن فيها. زي ما انتم شايفين كده نقلب بالمضرب شويه شويه، وننزل برده شويه دقيق تاني كده زي ما انتم شايفين اهو، ونبدا برده نقلب بالشكل دوت اهو. زي ما انتم شايفين يا جماعه العجينه بتاعتنا بقت جميله جدا اهيت بعد ما احنا عجنناها. بعد كده هنبدأ نرش شوية دقيق على الترابيزة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وهنكمل عجن في العجينة بتاعتنا. بعد ما نخلص عجن يا جماعة كويس جدا هنسيبها تخمر لمدة نص ساعة. وطبعا يا جماعة دلوقتي واحنا سايبين العجينة بتاعت السينابون ترتاح، هنعمل بقى يا جماعة الطبقة اللي بتبقى فوق السينابون وهي التوبينج، وهي بتتكون من هنجيب 8 مثلثات جبنه نستون، هنجيب ربع كوبايه زبده او سمنه، وهنجيب كيس فانيليا، نص كوبايه لبن باودر ده اختياري، وهناخد كوبايه لبن سايب، وهنقلبهم وندربهم في بعض. زي ما انتم شايفين يا جماعه بعد ما حطينا المكونات اللي قلنا عليها من شويه، دلوقتي التوبنج بقى بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. وطبعا لو لقيتوا الموضوع الجبنه النستون مش بتفك بسرعه معانا، ممكن نستخدم المضرب الكهربائي. وطبعا يا جماعه بعد ما سيبناها نص ساعه زي ما انتم شايفين يعني كبرت كده، والحجم يعني شبه تضاعف. طبعا هنجيب النشابه بتاعتنا الجميله ونبدا ان احنا ننزل العجينه بتاعتنا بالشكل دوت اهي، تمام اهو بالشكل ده. وهنبدا ان احنا بالنشابه كده يعني ايه اهو زي ما انتم شايفين، العجينة جميلة جدا وسهلة وبتاخد معانا وبتدي وما بتقولش حاجة خالص اهو زي ما انتوا شايفين. بنحاول بس نخليها ان هي زي المربعة كده يا جماعة، يكون زهرة زي المربع، نفردها كده اللي هو ايه زي المربع. وزي ما انتوا شايفين يا جماعة عملنا العجينة بتاعتنا على شكل مربع. هنجيب سكر يعني ربع كوباية حاجة زي كده، وهنجيب الكاكاو بتاعنا او القرفه زي ما انتم حابين يا جماعه. طبعا انا بصراحه ما بحبش القرفه،
فهنزل مثلا قولي مثلا ربع كوبايه كاكاو، عايزين تحطوا كاكاو على قرفه برضو بيعمل طعم جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام، وهنجيب الزبده بتاعتنا او سمنه سايحه، بس هو زبده طبعا، ونبدا ان احنا نوزع بالشكل ده اهو اهو يا جماعه. طبعا لازم الزبده تبقى متوزعه كويس جدا جدا على عجينه السينابول بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت اهو. بالشكل ده لازم تكون الزبده بتاعتنا موجوده في الجزء، كل جزء في العجينه بتاعتنا. هنجيب الكاكاو بتاعنا او القرفه بتاعتنا او الكاكاو على القرفه بتاعتنا والسكر، ونبدا ان احنا ندربه كده، وبعد كده نبدا نرش على العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. طبعا لازم نوزع ان الحاجه دي كلها تيجي في العجينه بتاعتنا. بعد كده يا جماعه هنبدا ان احنا نلف العجينه بتاعتنا رول كده اهو بالشكل دوت اهو كده اهو. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. طبيعي طبعا يا جماعه ممكن العجينه تبقى حاجه لازقه، مفيش مشكله خالص. بعد ما احنا كده عملنا رول بنجيبها كده. طبعا يا جماعه هنجيب خيط زي ما انتم شايفين او فتله كده، وهنجيبها من تحت الرول بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، وهنجيب كده بالشكل ده بصوا اهو، بس كده بالشكل ده. وطبعا هنكمل باقي العجينه بتاعتنا اهو كده، ونلفها كده برضو نفس الكلام اهو بالشكل ده. والخيط بتاعنا برضو هو، شوفوا يا جماعه تحت خالص كده اهو، ونلف كده اهو. هنجيب يا جماعه صينيه بايركس بتاعتنا او ممكن اي صينيه عندنا، وهنجيب الزبده بتاعتنا، ونبدا ان احنا نحط الزبده بالشكل دوت في الصينيه بتاعتنا عشان طبعا السينابون ما يلزقش في بعضه. طبعا عارفين ان هو بيكبر وكده او بينفش، فلازم نعمل فواصل بين القطعه والتانيه، ونبدا نحطهم بالشكل دوت. طبعا بالشكل اللي هو الطولي او اللي هو يبقى واقف كده، تمام الشكل الجميل ده اهو. اهو يا جماعه بالشكل دوت. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين بعد ما خلصنا القطعه بتاعتنا، المفروض ان احنا دلوقتي هنسيبهم 10 دقائق كده يخمروا كمان اكتر ونغطيهم، تمام. وبعد كده ان شاء الله هنحطهم في الفرن على درجه حراره 200. وزي ما انتم شايفين يا جماعه طلعنا السينابون بتاعنا والكميه بتاعتنا، ونبدا طبعا نحط التوبنج كده على الوش من فوق بالشكل اللي انتم شايفينه دوت بالشكل دوت. زي ما انتم شايفين اتمنى يا جماعه لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا اشتراك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس مع قناه منوعات شيك وتوتا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يكون ابسط حاجه احنا عملناها، وتحاول تكونوا ان شاء الله استفدتوا منها. اتمنى يا جماعه لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا اشتراك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس مع قناة منوعات شيك وتوتا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، يكون أبسط حاجة احنا عملناها، وتحاولوا يكونوا إن شاء الله استفدتوا منها.